قناه بتاعكم متري مقرب ندقكم برنامجنا التابع لكم حيث من طابله تلفزيون اريتريا دت ليكو اخبار قدم لكم واسالف هي لعباي الرسم عبود قدمات عافيه تقليم غاش باركات تتاكد مؤسسه كهربه اريتريا قدمات تعابه عافية حليب بقلت تأكد لي كاتتقدم رئيس جمهورية كونغو قسم كرن أمريكا مبدأ حتى تشاينا قلت حشم تشاينا تتلاكي حتى إندونيسيا زلام دكب مدرس سبب أرسل أخبار تابعت أن أحكم زي هدي بتفاصيلهم التعليم قاش باركا دي بمراقبة لإلى عد حمامات لتأتنا يتعبوت كمسل سجلت فرع وزارة عافية دي بيوم عسرة وحتى عسرة وكليناير دي بودي تقييم شرحان دي بقى تأكدوت بقعات ومت مدات كدامات عافية للسرقة لوراتات لركز اجتماع مسؤول لفرع دكتور حيلوم كيدان دي بها بيتوضح السنة 2008 مقادعة قل ارتع ومشاركة مجتمع قل تعب فدلة نساء مبادرات حمامات عديو كمي على اتفرار فديت نيفو روبيلا وتوزع فيتامين ايه لتريت معونة هيني لتتحمد كمسل على تحبرام مسؤولين مؤسسات عافية دي بقدموا تقارير تدافعت للعدة ولإلى عد حمامات بقب أنا يدافعت وساري وجهد مدرة الحمامات كمسل تهونة تفهم لا سمهنا تبتوسهك دي برأس لات مؤسسات عافية للتهيب قدامات ومحاضرات دي بدوارات رئيم قتل تحرك وفدل سرق لوورات فم اجتمعت متنفعت مؤسسات عافية كم عبا وأبصار دافعت حبر في قريس سنة تتركب منكم هليت عند حبرة دكتور إدارات ومحابر وطن قلي زيدات فاقدون وزيرة عافية أمينة نور حسين الدنقوبة وزارة عافية أهداف عبوت دايمة قلت بطح أبوت أني عقل عافية لتمرح استراتيجيات وبرامجات دقيقة تقدمكم هليت عند ودحت سمهنة عافية تمجتمع تقير سنة قل أمتو قلك دمات فاقدتم مؤسسة كهربة إريتريا دي باربعة وسلت دقيقة مديرية دباروا كدامات قل في حلقية نتو برنامج من يوم عصر كلا ديسمبر كلا الف عصر وسامان شك أبوكم هل يشرحت التم أسست مسؤول مشروع رابعة مرحلة مديد خطوط كهربة دي برور مديرية دباروا مهندس مرهو إساق لإرينا التابع حبري وتيد عن الدي ومديد خطوط لدقيقة دي بسنة كلا الف عصر وكلا سبت قبا دي بزاول عد هلو عد سالدايت عد كلكلتي عد تنعي عد حيو وعد شرفته 1137 عداد ندتوزع على دقيقة كدمة تقل ركبكم سلك أدرات أمرام لا شغل مشاركة الشعب زايدة وأنفار مؤسسة كهرباء ديبات حدد أقلو وكد سن للسرق لكم هلا عند حبرة مهندس مرهوي التتل كلا أو سلس ورح ديب عصر سمان دقيقة كهرباء تقل تقبأ شكوكم هلا وافهما التمشروع دي بهلا عصر سمان دقيقة لا شكل سمانية من مات من نصر قولكم هلا عند شرح هيني لا تحز حاجاتكم سل دالة كهرباء تقل تقبأ تنكم سلتو ما شرحهم مسؤول دار الدوائح عد شرفته السيد مبرهات ولد كريستوس التابع حبري دي بدار الدوائح هم 377 عداد دي بأبيات ومؤسسات كدمات اجتماعية اندقبا كدمة كهرباء تقل ركبا كم قدروا اند حبرا التلا لا يقل منهم منهم للا تقلب قل اتمام ومدالا يمأكدو سكان دي بها بوري كدمة كهرباء مثل لا قدم لا ركبوا لتنحو كدمات اجتماعية اندتوسكت دي بعبوت منابرتهم دور عابي كم سلبا من اودحو تهبت حليب نظافته وعافيته لتأكدت حليب الشعب اللي قدموه دي مصنع حليب أسمرة بعل مقدرة عافية نوايا السيدة رعدهم برخت أتفاقدا مثل إرينا التوديا مقابلة دي بمصنع لمدة حليب ثلاث درجات فحاس كم لحل فند حبرة السيدة رعدهم بقع حقيقة بقى كم لتشنك دي بسنة كل ألف وعصر وسمان لتكفى زياد عسر وسمان ألف لتر حليب هي عند ذكرى شرحان ومقرح يشغل مصنع حليب أسمرة السيد والد عقباس الله سيب جهته لمصنع كلام علكة زياد 10000 لتر عافية لتأكدت حليب دي متنفعت كملت قدم من دودحة عول حتى كيلو حيساس من 300 نقفة 159 نقفة عول حتى لتر حليب هنا من 3 نقفة دي 10 نقفة كروي كم هلا ودحة رئيس محبر مفريت حا حليب أقليم مقب السيد رزنب أولوس هنا لمحبر إدارة أقليم مقب ووزارة حرس وتجارة وصناعة تبو ودوا سدايت اندت نيتا دي بات ما مطلب متنفعت دور سنك قدمكم هلا عند حبرة دي بمؤسسة للتر مقادعة بلاستيك حليب حل أقل ركاب تلاكم
حرستوات بجهتهم دي محبر ندت كم كمو اتات من مطلباتهم بعمت على فحاهي افنتي من منفعت كم ركبو اند حبرو مقادعت بعد اقل ارتعقلهم لتخصصا جهت امتهم قلتي دت البوم سكان مديرية عبت مثل أنفار إدارة وبعدها متى مديرية لشق جهات دي بودو هدق مداليهم قل فعالية لقيتون لهلا برامجات عمار أكدو تخطيط مدينة عبت قلت شق أبو سدو سار لهلا كراب عجي قلت كر على قب هدق اللي يزيد عند أتفاقدو لسكان دي بدوارات عقت نار تبعات وكلامت مؤسسات عافية تقل الدالي لأين زم مواصلات حرات عبت كرن حال قلق بأقلو للبل وبعد رأيك قدمو مدير مديرية تافعبت السيد أحمد محمد نور رجب التهبي شارحيني دي بحلفة سنة حكومة بوديتا ناي ماشينير سدايت عقمت كم سلشاكا قره وادي لبكا بواجب كم سلساتا وزرقت حالة سنيت كم هلا دي بكل إدارة دوايح حريان مسؤولين إدارة دوايح ما مقرح الشكل ولجان دقاقيت كم قبقى دي بعملية بناء لهلا مدارس ثمانية من مت من شغل كم تما دي بحفزة ما يوتربت وأسنية تقبويها مشاركة شعب زايدة كم سل على تشرحهم ستات شغل سنة 2010 وسع بخصص هيئة مدينة عفعبت وبرور بناء أبيات بأساس تخطيط أقل السرقل أنبوت لتسعن حمشارع بناء مدارس أقل تمام دي بحفظة ماي وتربت ونضافة دوار جهد أقل لقبة شقية عداقة نواي وأسني وتقعات عفعبت أقل السرقل حريان قدات محاكم دقاقية أقل لقبة وكدمات كهربت وإيريتيل أقل فيح لقب جهدكم سلكم كم حبرم حسام ما تقبلتنا حق ولا متعديت هي أخبار كارج دي بديمقراطية جمهورية كونغو دي بقى بحريان لتعوتا فيليكس شيسكيدي يوم 24 يناير قسم كرام هتو دي بمدينة كينشاسا دي بقبت عدد دي باس معا كلمة سلام وأمن قلت أكد أولوية اندها باكم كد من دحبرة سودف لها مشاكل حال قل ركب عريت وطن قلتك بات لاكا حقومة أبوه عصر سمان سنة رئيس ديمقراطية جمهورية كونغو دا قبال لكد مكا سلت أتو قل فيليكس شيسكي دي لسلم جوزيف كابيلا شعب مثل ميرحاي حديث قلت عوان تحسبا ميرحاي متقاومة العلا فيليك شيسكي دي بحلفة ورح ديسمبر دي بقى بحريان راست 38 نقطة حمس تايت صوت درك باتو لتعوتا مرحاي حزب متقاومة بعد لاتو 34.4 من صوت لركبة مارتين فايولو لكن دي فقريت لحريانات بادايك معلان دات عقبة مقاومة تشرح تنحم مناتا بيت فرد دستور ديمقراطية جمهورية كونغو فيليكس شيسكي دي كم تعوتا دي بيوم 10 يناير نايدونغو بقرارة هايبة حليتا أمريكا مبادا حتى تشاينا قلت حشم وزارة خارجية تشاينا يوم 55 يناير تلاكيت لا وزارة الليكا اللي قدمت قوات بحر أمريكا دي بجزيرة تايوان مراكب حرب كمات فررة عند حبرتو تشاينا لمصدر ات سيادة تأثير لتودة كم سلطة عند حبرت تابعة كم هليت مات أمرت أمريكا لقديت بخصص كل لها بتشرح ألبوني قوات بحر أمريكا تحلف أم عيلات قرب دي بحر قبل تشاينا تيارات لترفع مركب حق ولا ند أو تشاينا مقاومتها كمسال شرح التقارير الحبر مناتا دي با ما هي وراتا تايون وتقلتي دي حق كمبالة حبر أمريكا قلت أتلاليو كمسال توتو لتهدق ات جزيرة سلاواسي ناي اندونيزيا بازل متزلام دكب كزان سبت تحن فجأة من لوح دو 95 نفر موتو أباب قتل طبيعة دي بنية تحتية بعمت أبيات سكان هي فنتي بدمار سبت جريت بزحام كم سل شعترو هيئات اندونيزيا لحبرو التباكات لزلام تلان سلسلن أم علما قلت أتلالا كم سل كدر سم مقدرة ميتيرولوجي دي بالحبرو لجرة كسار قلت يزيد كم سل كدر ما أتأمرو بزياد عصر 7000 جزيرة اسست لاتا اندونيزيا بس دفا بقوة طبيعة دي بأدام مال ودوار كسال كم سل جرة لتحدق حلف قبلة أتلانتيك بهلة نيتو أنفار دول من روسيا قل لمتا لقدر فرهة حبر قل قابحت لك روسيا أسئلة
أسلحة طور طور كم هليت نشرحها كاتب حلف ناتو جينيس ستولنبرغ حدلت مثل حركة تقليدية دي بيوم 14 يناير اتفاقدا مستر ستولنبرغ لوراتات عسكرية تقل تتأكد ناتو قل دفع لألا أفقر ميزانية تقل تعب اتفاقدا أفريوت لتحدد أسلحة بخصص قدم 3 سنة فنجا أمريكا وروسيا لتبتحت اتفاقية بقوت كيدا كم هليت كل الدولة هنا دي بجغرات أوروت أسلحة قلتها كم قدرة محللين لحبرو روسيا دي بسنة 2008 قل جربة لقدمته من كرن والعل شفاقت بقلت موت على قدر ميسايل دي بنيتو شقالات وادك مسالها للتأمر اللي جغرة عسكرية فنقى كل ألا جهت لتصنحت مسالح سياسة جغرافية لها رسدتو إيما فهمت قل لكي لمو كمسال قدر ما لتحبر حيث ما تقبلت ما خبر دي بلا تمام هلا مثل لا تعرف لهلا برامجاتنا نحضر